حصدوا ظاهرة من تلفزيون النهار، إليكم العناوين. ردوا على جميع مكتتبي عدل 22 جونفي الجاري وتحويل الكثير من الملفات إلى السكن الترقوي المدعم. أستاذة تكسر أنف تلميذتها بميلا ومديرية التربية توفد لجنة للتحقيق في القضية. ذكور مكاتب الأحزاب السياسية تشد انتباه المتابعين كأحسن تعبير عن إيديولوجية سياسة الجزائر. وتلفزيون النهار ينقل صورا عن غروب وشروق الشمس بإسكرام ثمن راست موطن أسطورة توارق تنهنان. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى التفاصيل، وبداية الحصاد من قطاع السكن، حيث كشف وزير السكن عبد المجيد تبون اليوم أن تصفية ملفات عدل 2 ستتم في أواخر جونفي الجاري، سواء المقبولين أو حتى المرفوضين، حيث سيتم الرد على المكتتبين. وأشار تبون إلى تحويل العديد من الملفات عدل 2 إلى صيغة السكن الترقوي المدعم. كما كشف الوزير أنه تم قبول 4000 ملف في إطار هذه الصيغة، أي السكن الترقوي المدعم. إلى ذلك، كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز اليوم أن الحكومة ستعقد اجتماعا خاصا لدراسة مشكلة النقل في الجزائر خلال السداسي الأول من سنة 2014، حول كذلك مشاكل العاصمة وعلى رأسها مشكلة النقل في السداسي الأول 2014. وطالب بلعيز بالتعجيل في النظر في هذا المشكل، مشكلة النقل، قبل نهاية السنة الجارية. وحول أحداث غردايا، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب العيز أنه كلف الأمين العام الوزارة الداخلية أحمد العدلي بمتابعة قضية غردايا، مؤكدا مباشرة عقد سلسلة لقاءات بديوان والي غردايا مع اتحادية التجار وكذلك ممثلي أولياء التلاميذ والفاعلين بالمجتمع المدني بغردايا من نشطاء وأعيان لأجل وقف مقاطعة الدراسة وإضراب المحلات التجارية، وكذلك لأجل حل نهائي في غردايا بحكم معرفته بالمنطقة. كما أكد بلعيز على توفير الأمن بغردايا بنسبة 75%. إلى قطاع التربية، حيث كشف مسعود عمراوي ممثل الاتحاد الوطني عمال التربية والتكوين أن النقابة ستعقد اجتماعا طارئا يوم الخميس المقبل للتوصل إلى قرار حاسم لتحديد تاريخ بداية شن الإضراب، مرجعا هذه الظروف إلى سياسة الصمت التي تعتمدها وزارة التربية الوطنية تجاه مطالب الشريك الاجتماعي. آمنة شابوني رصدت التالي. لقد دعونا لدورة المجلس الوطني الطارئة يوم الخميس المقبل، والمجلس الوطني هو السيد، هو من سيتخذ القرار، ولكن فكل البوادر توحي بأن المجلس الوطني سيدخل في إضراب لا محالة، خاصة بعد عدم وفاء وزارة التربية بالتزاماتها من خلال المحضر المشترك الذي وقع بين النقابة ووزارة التربية. اهتزت ولاية ميلا على وقع اعتداء بالضرب المبرح أقدمت عليه أستاذة وراحت ضحيته تلميذة في التعليم المتوسط تبلغ من العمر 13 سنة، مما أجبرها على إجراء عملية جراحية. أكثر تفاصيل مع سفيان بعون. أقدمت أستاذة بإكمالية الذيابة وحدة ببلدية شلغم العيد في ميلا على تكسير أنف التلميذة أحمد يحيى نسرين، مما تسبب لها بنزيف على مستوى الأنف وعجز لمدة 7 أيام من طرف طبيب محلف و15 يوما عطلة مرضية، وانتهت بإجرائها عملية جراحية. طارشتني بالمسطرة تاع الحديد فوق عيني، من بعدها دخلنا للقسم، جات لي طول ضربتني بالبنيات، بعدها دارت لي الدوخه ورعفت ساحل الدم، وهزيت كارطابلي وخرجت. تسببت الحادثه بلجوء التلميذه الى ممارسه العاب الفيديو العنيفه بصوره دائمه، متاثره بالالم النفسي والجسدي البالغ الذي لاحقها امام زملائها في القسم. امتحى هضرت مع زميلتها في الرواق، هذا مش كريم، هذا تكسر لها خشمها، دخلها البلوك اوبيراتوار، هذا جزاء سينمار، هذا جزاء. وفيما تعلق بالإجراءات المتخذة من طرف الوصاية، نقلت شخصين إلى عين المكان وشكلت لجنة تحقيق تحت رئاسة السيد رئيس مصلحة الموظفين الذي أعد تقريرا بهذا الخصوص، وسنتخذ الإجراءات طبقا للقانون.
بانتظار ذلك تبقى الحادثة تشكل جرحا عميقا بالنسبة للتلميذة نسرين وعائلتها. هذا وقال رئيس جمعية أولياء التلاميذ لشرق العاصمة السيد علي بنزينة أن العنف حق التلاميذ غير مرغوب فيه وهو في تصاعد مستمر بمدارسنا للأسف. هي في الحقيقة احنا كاتحاد أولياء التلاميذ يعني وقفنا عن هذه الحالات هذه في شرق العاصمة، على بالنا باللي كما في شرق العاصمة موجود هذا الشيء، هذا راه موجود في معظم الولايات والمناطق الجزائر، يعني حالة يجب أن لا نسكت عليها. نعم. لأن هذا المشكل هذا احنا العام السنة الماضية درنا ملتقى تاع العنف المدرسي ودرسنا المشكل هذا مع أخصائيين وقلنا يعني الناس الجهات اللي نظموا تتدخل في الأمر هذا من بينها العدالة من بينها الأمن وزارة الداخلية من بينها وزارة التربية وخاصة وزارة التربية لخدش على هذا المشكل هذا راه موجود داخل المؤسسات التربوية، سواء تلقى التلاميذ يتضربوا مع الأساتذة تاعهم أو الأساتذة يضربوا التلاميذ، وهذا الشيء هذا ما نخبوش كاين حالات وكاين حتى حالات يعني تعنف اللي وين الأولياء يخافوا باش يهضروا باش يتكلموا. نعم. لا خايفين على أولادهم يفقدوا الدراسة ولا سما هنايا لازم وزارة التربية تتدخل وتتدخل بقرارات صارمة. بدوره نقابي مسعود عمراوي ممثل المكلف بالإعلام في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين اعتبر أن ضرب الأساتذة للتلاميذ هو فعل منفرد ومعزول، كما وجه نداء للإعلاميين والأولياء والأساتذة للحفاظ على ما سماه باللحمة بين الأستاذ والتلميذ. لا ينكر أحد بأن هناك ضغط كبير يعني على الأساتذة من جميع النواحي، ضغط اجتماعي نفسي، لا ننسى أن هناك بعض التصرفات للتلاميذ الذين فاقت كل التوقعات. نحن نرى بأن هذه الحالات معزولة وفردية ولا ينبغي تعميمها مما لا يجب أبدا أن نهول الأمر. نحن نوجه نداءنا للإعلاميين وللأولياء وللأساتذة أن نحرص كل الحرص على أن تبقى هذه اللحمة المتواجدة بين الأستاذ والتلميذ، ولا ينبغي أبدا أن نوسع هذه الهوة ونجعل من التلميذ ضدا لأستاذه ونجعل الأستاذ أيضا عدو لتلميذه. من التربية إلى السياسة، حيث حسمت الزوايا موقفها من الرئاسيات المقبلة، فقد كشف رئيس المنظمة الوطنية للزوايا عبد القادر ناسين أن شيوخ الزوايا يساندون عبد العزيز بوتفليقة في الترشح لعهدة رابعة. مزيد من التفاصيل في ميكروفون عادل زيدي. قضية الترشح هذا القرار بيد سيد الرئيس شخصيا، القرار بيدو، إذا ترشح السيد الرئيس نحن معه قلبا وقالبا، وهذا مطلب نتاعنا لأننا متمسكين بالسيد الرئيس حفاظا على استقرار البلاد، حفاظا على الاستمرارية تاع الدولة، حفاظا على عودة الأمن والسكينة لعادة البلاد، عودة الجزائر بقوة إلى المحافل الدولية. الآن راهي كل حاجة راهي أمام الشعب راهو يشوف بها، لهذا احنا إذا ترشح السيد الرئيس لعهدة جديدة احنا معه ومعه قلبا وقالبا. أما في رده على سؤال تلفزيون النهار حول موقفهم إن لم يقدم عبد العزيز بوتفليقة ترشحه للرئاسية المقبلة، أكد باسين أن الزوايا موقفها واضح في هذا الشأن من خلال اجتماع شيوخ الزوايا والنظر في أسماء المرشحين الذين بإمكانهم الحفاظ على مكانة الزوايا لمواصلة الاستمرارية. حالة عدم ترشح احنا ان شاء الله يكون نيتنا وثقتنا في كبيره في السيد الرئيس وما يخيبناش انه ماذا بينا يعلن ترشح تاعو حفاظا على مصالح البلد واستقرار البلد وهيبه البلد واستمراريه الدوله. في حاله عدم ترشح السيد الرئيس لعهده جديده هناك يكون لكل حدث حديث، سنجتمع مع كل شيوخ الزوايا وتكون اتصالات مع المرشحين، لأن لحد الساعة ولا مرشح أعلن بصفة رسمية الترشح تاعو، يعني احنا لحد الساعة راه التزامنا مع فخامة الرئيس بعدها لكل حدث حديث. رجح عبد الله جاب الله رئيس حزب العدالة والتنمية خيار مقاطعة رئاسيات أفريل 2014، وأن قيادات الحزب ترى في أن الخيار نابع من عدم توفير شروط نزاهة الانتخابات القادمة حسبه. المزيد في ميكروفون هشام بن عودة. الموقف النهائي لم يتحدد بعد، ولكن من خلال القرائن المتوفرة
ومن خلال النقاشات التي تمت في الندوة الوطنية لإطارات الجبهة، النقاش العام يتجه نحو غالبا نحو عدم المشاركة، ما دامت الشروط التي يجب أن تتوفر من أجل أن جعل الانتخابات قانونية حرة ونزيهة غير متوفرة. وسيجتمع المجلس الوطني لما تتوفر كافة المعطيات لاتخاذ القرار النهائي. هذا وطالب جاب الله بسحب تنظيم الانتخابات من وزارتي العدل والداخلية وإسنادها إلى هيئة وطنية مستقلة، وقال أن هذا أضحى مطلب معظم الأحزاب داعيا إلى تعديل قانون الانتخابات. ونحن في هذا الصدد كنا قد طالبنا بأن يسحب تنظيم الانتخابات من الداخلية والعدل ويسند إلى هيئة وطنية مستقلة، وقد أضحى هذا الطلب الآن مطلب معظم الأحزاب في الجزائر. ثم انتقلنا بهذا الطلب من مجرد الطلب السياسي العام إلى المبادرة باقتراح مشروع تعديل قانون الانتخابات يسند مهمة الانتخابات بجميع مراحلها إلى هيئة وطنية مستقلة. ومع اقتراب موعد رئاسيات 2014 يثار كلام كثير حول مكاتب زعماء التشكيلات السياسية الجزائرية بمختلف أطيافها وتياراتها، إن يشكل الديكور هذه المكاتب أبلغ تعبير عن إيديولوجية سياسة الجزائر. متابعة في تقرير أحمد حفصي. كلام كثير يثار حول مكاتب رؤساء الأحزاب الجزائرية، مكاتب تعبر عن أيديولوجية هذه التشكيلات السياسية التي تزين المشهد السياسي والتي بلغ عددها بعد الإصلاحات السياسية للرئيس بوتفليقة أكثر من 60 حزبا. فالبعض جعل من مكتبه الخاص مكتبة تسخر بشتى أنواع الكتب، فأي زائر لمكتب عبد الرزاق مقري السياسي ذو التوجه الإسلامي تقابله كتب دينية من تأليف الرجل. الأمر يختلف بالنسبة لمرشح رئاسيات 2014 ورئيس حزب جيل جديد سفيان جلالي الذي رسم لوحات بمكتبه تعبر عن توجه الرجل الليبرالي ليصنع ديكورا متميزا. قصر حيدرا أو الجهاز كما يسمى في أدبيات مناظرية الأفلان تروى عنه الأساطير، خاصة في مكتب الأمين العام الذي كان إبان عهد الحزب الواحد مقرا لرئيس الجمهورية. فبالطابق الثاني يتواجد مكتب الأمين العام عمار سعيداني أين تدرس الملفات الثقيلة وتهندس الانقلابات التي عودنا عليها الأفلان. فعمار سعيداني حافظ على الديكور الذي رسمه بالخادم الذي جمع بين توجه الحزب الوطني وميوله الإسلامي. فلكل رئيس تشكيلة سياسية قصة مع ديكور مكتبه، لكن الفرق يكمن في تقاليد الحزب ومدى تجذره شعبيا. فرغم أن نعيمة صالحي بحكم أنوثتها أعطت طابعا جماليا لمكتبها، فإن الأمر يختلف بالنسبة لرؤساء أحزاب آخرين. فرغم أن بعض ساسة الجزائر نظروا إلينا بعين الريبة ونحن نحاول تسليط الضوء على مكاتبهم، إلا أن البعض الآخر من الجيل الجديد من السياسيين فتحوا لنا أبواب مكاتبهم. لتبقى مكاتب الزعامات الحزبية بالجزائر باختلافاتها الأيديولوجية تشترك في قاسم واحد، صورة الرئيس بوتفليقة والعلم الوطني. إلى قطاع التجارة حيث